بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي وردت في الدعاء الذي يقال في الصلاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أو ما يدعو به في صلاته، فأرشده إلى هذا، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع المجال للمصلي، فقال ليختر من الدعاء أعجبه إليه، ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من حرصه على الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله. هذا يدل على أن الدعاء المأثور أفضل، وإن كان لا بأس أن يدعو الإنسان بما تيسر له، لكن إذا وافق المأثور ووافق الوارد فإن ذلك أفضل. قوله: قل اللهم إني ظلمت نفسي، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. قالوا: ظلمه إذا وضعه في غير موضعه، ويطلق على النقص، مثل قوله تعالى: فآتت أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، يعني لم تنقص منه شيئا. ويطلق الظلم ويراد به الأثر في الأرض، الأثر في الأرض، كما قال الشاعر النابغة الذبياني يقول: والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. المظلومة يعني التي فيها آثار الناس والدواب، فهذا الظلم في اللغة، وهو معناه في الشرع، لأن الظلم في الشرع هو أيضا وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وهو ظلم الشرك كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، العبادة مستحقة لله جل وعلا لا تجوز لغيره، فإذا عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وهذا ظلم، وهو ظلم الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، ولذلك لا يغفره الله عز وجل لمن لم يتب منه. النوع الثاني: ظلم العبد للناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، ظلم العبد للناس أن يتعدى عليهم
قد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. وظلم الناس لا يغفر إلا إذا سمحوا هم، حتى لو تبت واستغفرت ما يسقط ظلم الناس حتى يسمحوا هم بحقه، فإذا سمحوا سقط عنك الإثم. أما الظلم بين العبد وبين ربه وظلم الشرك فهذا يمحوه الاستغفار والتوبة، لكن ظلم الناس لا، ما يمحوه الاستغفار ولا التوبة حتى يسمحوا هم بحقوقه. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، يظلم نفسه بأي شيء بالمعاصي. لماذا؟ لأنه وضعها في غير موضعه، عرضها لعذاب الله، فهو وضع نفسه في غير موضعها وظلمها، وهذا أيضا يمحوه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو المقصود بهذا الحديث: ظلمت نفسي، ظلمتها بأي شيء؟ في المخالفات والمعاصي. فالإنسان إذا أذنب أو عصى فإنه إنما يظلم نفسه ولا يضر الله شيئا، فإنما يضر نفسه. ظلمت نفسي، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة أفضل الأمة يقول ظلمت نفسي، يعني بالذنوب والمعاصي، فكيف بنا نحن؟ لا يغفر، ولكن الإنسان لا يزكي نفسه بل يعتبر نفسه مقصرا ومخطئا و يعني لم يفي بحق الله عليه مهما كان، مهما كان فهو مقصر في طاعة الله عز وجل، ولا يسلم أيضا من الأخطاء مخالفات. فهذا فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه. هذا أبو بكر الصديق يقول، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ظلمت نفسي، كيف بغيره؟ وليس ظلما يسيرا بل قال ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرا. نعم، الإنسان يظلم نفسه ظلما كثيرا وظلما كبيرا. إذا تأمل الإنسان أعماله فإنه يجد أنه قد وقع في معاص كثيرة ومخالفات، تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لو حاسبت نفسك حق المحاسبة وأنصفت من نفسك لوجدت أنك قد ظلمتها ظلما كثيرا. ثم اعترف لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل إلى الله، توسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته وهي مغفرة الذنوب، وأنه لا يغفرها إلا هو سبحانه. فإذا لم يغفر الله لك لم يغفر لك أحد من الناس، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كما في قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاغفر لي، لما توسل إليه بصفة من صفاته وهي المغفرة طلب منه أن يغفر له مغفرة من عندك تمن بها علي ولا أستحقها، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا فيه اعتراف بالتقصير، وأنه إذا لم يتفضل الله عليك بالمغفرة فإنك هالك. أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني يرحم ضعفه وحالته وفقره وحاجته. إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى الله جل وعلا باسمين من أسمائه: الغفور والرحيم.
ففي هذا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وفيه أن الدعاء بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره في الصلاة وفي غيرها، وفيه اعتراف العبد بتقصيره وأنه بحاجة إلى عفو الله ومغفرته مهما بلغ من الأعمال والصلاح، فإنه مقصر في حق الله جل وعلا. وفيه أن هذا الدعاء يقال في الصلاة، يقال في الصلاة، في الركوع، في السجود، في التشهد الأخير، يقال في، لأنه قال في صلاتي ولم يخصص، فيدعو بهذا الدعاء راكعا وساجدا وجالسا، يدعو بهذا الدعاء في صلاته. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، لأنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتصر الإسلام انتصارا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءوا وافدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. وأما الفتح المذكور في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فالمراد به صلح الحديبية، سماه الله فتحا مبينا لأن عواقبه صارت للمسلمين، نصر الله به الإسلام والمسلمين نصرا عظيما. وأما الفتح المذكور في سورة النصر فهو فتح مكة المشرفة، قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. كما ذكرنا أنه لما فتحت مكة أقبل الناس على الإسلام، لأن الناس ينظرون إلى قريش، فلما استسلمت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت تابعوها، تابعتها قبائل العرب، وكان هذا مؤذنا بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمره الله بالتسبيح والاستغفار ختام العمر، في ختام عمره عليه الصلاة والسلام. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم، وكان يحضر ابن عباس، وكان طفلا صغيرا يحضره في مجالس شيوخ المهاجرين والأنصار وهو طفل صغير، فاستغرب الناس وقالوا: نحن لنا أولاد، فلماذا لا يأتي بهم مثل هذا الطفل؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فقه ابن عباس ومكانته في العلم، فلما اجتمعوا سألهم عن معنى هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكل أتى برأيه، منهم من قال: إن الله أمرنا إذا جاء الفتح أن نسبحه وأن نستغفره، فقال: ما تقول يا ابن عباس؟
فقال ابن عباس: هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل له علامة هي فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، هذه علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. فبذلك ظهر فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، واقتنع أشياخ المهاجرين والأنصار بمكانته رضي الله عنه. الشاهد من هذا، والمصنف أورد هذا الحديث، أن هذا من جملة الأدعية التي تقال في الركوع والسجود. فكان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه الآية يقول في ركوعه: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، عملا بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. كان يقول في ركوعه وسجوده امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم، وبحمدك. هذا فيه ثبوت هذه اللفظة وبحمدك، وأنها تقال في الصلاة في الركوع والسجود. وإن كان بعض طلبة العلم يستغرب هذه اللفظة، فها هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقولها في الركوع وفي السجود، هذا دليل على أن الركوع يدعى فيه أيضا، وإن كان الدعاء في السجود أرجى، الدعاء في السجود أرجى وأكثر وأحرى بالقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: وأما السجود فعظموا فيه، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالدعاء في السجود أرجى وأحرى للقبول، ولكن أيضا يدعى في الركوع. الركوع يغلب عليه التعظيم لله، التسبيح لله، والسجود يغلب عليه الدعاء، لأنه مظنة الإجابة. وقولها: يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يفسر القرآن، لأنه سبق لكم أن التأويل يطلق ويراد به التفسير، يطلق ويراد به التفسير. فهذا من أدلة القائلين بأن التأويل يراد به التفسير وبيان المعنى. ويطلق التأويل ويراد به ما يؤول إليه الشيء في العاقبة، ما يؤول إليه الشيء في العاقبة، مثل قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. قال تعالى: يوم هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني العاقبة والمآل الذي أخبر عنه القرآن ووقع. إذا وقع هذا تأويله، إذا وقع ما أخبر به القرآن فهذا تأويله. فيطلق التأويل ويراد به ما يؤول إليه الشيء وعاقبة الشيء. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذا عاينوا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن اعترفوا أنهم مخطئون في تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللرسل عموما وتكذيبهم للكتب، أدركوا خطأهم. إذا آل أمرهم إلى وقوع ما أخبرت به الرسل، لكن هيهات، لا ينفعهم الإيمان حين ذاك، لأن وقت الإيمان فات، وقت الإيمان فات، ولا ينفعهم إذا آمنوا عند رؤية ما أخبروا به، ما ينفعهم هذا.
مثل المحتضر إذا عاين الموت لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبته قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان لا تقبل توبة أحد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشاهد من هذا أن التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه، يطلق ويراد به التفسير، قولها يتأول القرآن يعني يفسر هذه السورة تفسيرا عمليا. نعم. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، أدل على أنه يدعى في الركوع ويدعى في السجود، ولكن الدعاء في السجود أكثر وأحرى بالإجابة. نعم. باب الوتر. باب الوتر، والوتر هو الفرض خلاف الشفع، فالشفع هو العدد المزدوج أو العدد الزوجي مثل 2، 4، 6، 8، هذا شفع، قالها الشفع، قالها العدد الزوجي. أما الفرد فيقال له الوتر مثل 1، 3، 5، 7، 9، هذا العدد الوتر، 11 هذا يسمى الوتر. والمراد بالوتر هنا صلاة الوتر، المراد بالوتر هنا صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر أي راتبة الفجر، ما كان يتركهما لا في الحضر ولا في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث من لم يوتر فليس منا، فهو سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى وجوبه، إلى وجوب الوتر، ولكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة وليس واجبا. والوتر يكون بالليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا محل للوتر، كل هذا محل للوتر. ففي أي ساعة أوتر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره فقد أتى بالمشروع. فلا يوتر قبل صلاة العشاء إلا إذا جمعها، إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم فله أن يوتر، أما إذا لم يجمعها فإن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء. ولا وتر بعد طلوع الفجر، لا وتر قبل صلاة العشاء ولا وتر بعد طلوع الفجر. ويستحب له، والوتر أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 11 أو 13، هذا أعلى الكمال وهو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، أقله ركعة واحدة وأدنى الكمال 3 ركعات، الشفع 2 ركعات والوتر 1، وأعلى الكمال 11 أو 13، وفيما بينهما كالوتر 7، الوتر 5، كل هذا جائز. أوتر 3، أوتر 5، أوتر 7، كل هذا جائز.
نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذا الحديث فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، يوتر بواحدة، يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ركعتين، يقلل أو يكثر، لكن في النهاية يصلي ركعة واحدة توتر له ما صلى. وأن الأفضل أن يصلي صلاة الليل وأن يصليها مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وإن سرد الوتر ثلاثا بسلام واحد أو الخمس بسلام واحد أو السبع بسلام واحد أو الإحدى عشرة بسلام واحد جاز هذا، وهذا يسمى وتر. أما التهجد فإنه مثنى مثنى، تهجد من الليل مثنى مثنى، أما الوتر فهو كما ذكرت لكم، إما واحدة وإما ثلاث وإما خمس وإما سبع وإما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة، وكونه يسلم من كل ركعتين أفضل، ويوتر بواحدة هذا أفضل، لأنه أكثر في العمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أفضل من سردها بسلام واحد. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، يختم بالوتر، ما يوتر في أول صلاة الليل ولا في وسطها، وإنما يوتر في آخرها، يجعل الوتر في آخرها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخرة فانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل، أحسن الله عليك، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره نعم. فانتهى وتره إلى السحر. نعم، هذا يدل على أن الوتر محله كل الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي ساعة أوتر فقد أدى الوتر في وقته، ولكن الأفضل لمن يثق من قيامه في آخر الليل أن يؤخر الوتر، وأن يقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر له ثم يختم صلاته بالوتر، هذا هو الأفضل. وإن خشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر من أول الليل محافظة على الوتر، يوتر من أول الليل، ثم إن قدر أنه يقوم آخر الليل يصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر، يكتفي بالوتر الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر له زيادة خير. الحاصل أنه إن كان لا يثق من قيامه فإنه يتأكد عليه أن يوتر أول الليل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث، يسهر على حفظ الحديث ويغلبه النوم في آخر الليل فلا يستطيع أن يقوم للوتر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام محافظة على الوتر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس
لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا تهجد ووتر، يتهجد بثمان ركعات مثنى مثنى، يعني أربع تسليمات، ثم يوتر بخمس عليه الصلاة والسلام، يوتر بخمس ركعات لا يسلم إلا في آخرها. هذا فيه تهجد وفيه وتر، تهجد يسلم من كل ركعتين، والوتر يسرده بسلام واحد. نعم. أحسن الله. باب الذكر عقب الصلاة. نعم، الذكر عقب الصلاة الفريضة، يعني عقب الصلاة الفريضة، وما ورد فيه وما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة. نعم، يتبع الصلاة بذكر الله عز وجل الأذكار الواردة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة استغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه الشريف إلى أصحابه، ثم يأتي ببقية الأذكار وهو متوجه إلى أصحابه. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، والأذكار التي تقال سيأتي بيانها. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. نعم، ابن عباس رضي الله عنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، كان صغير السن، وكان لا يكون مع أول الصفوف ومع أول الناس، يكون في المؤخرة أو خارج المسجد هو والأطفال، فلا يعرفون انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا رفع الأصوات بالذكر بعد الصلاة. فهذا فيه دليل على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وأنه يسمعه من هو خارج المسجد، يسمعه من هو خارج المسجد. في هذا رد على الذين يستنكرون رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وذلك لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. نعم. عن وراد. نعم. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. نعم، هذا نوع من أنواع الذكر الذي يقال بعد الصلاة. هذا وراد مولى المغيرة، وراد مولى المغيرة يعني عتيق للمغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، أن المغيرة أملى عليه أن يكتب إلى أمير المؤمنين معاوية بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فمعاوية رضي الله عنه عمل بهذا وأمر الناس بهذا،
فهذا دليل على أن هذا الذكر يقال بعد الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا تأكيد وحده، هذا تأكيد للإثبات إلا الله لا شريك له، هذا تأكيد للنفي لا إله، له الملك وله الحمد، له الملك كله سبحانه وتعالى، جميع الخلق والمخلوقات والسماوات والأرض ومن فيهن والدنيا والآخرة كلها ملك لله سبحانه وتعالى، كلهم عبيده له الملك. لا، وأما غيره فإنه يملك ملكا مؤقتا وملكا معارا أيضا، الملك الحقيقي لله جل وعلا، وأما ملوك الدنيا والملاك في الدنيا الذين يملكون الأشياء هذا إنما هو مؤقت، ملك مؤقت، وأيضا هو منحة من الله سبحانه وتعالى، أعطاهم الله إياه وملكهم إياه، فالملك المطلق لله جل وعلا الدنيا والآخرة، له الملك وله الحمد، هو الذي يستحق جميع المحامد، جميع الحمد حق لله جل وعلا، وأما غيره فيحمد على قدر ما يصنع من المعروف، أما الحمد المطلق فهو لله جل وعلا، لأن كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد المطلق لله، وأما المخلوق فيحمد على قدر ما فيه من الجميل والخير، حمدا مقيدا لا مطلقا، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، قدرته شاملة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، ما أراده وما شاءه فإنه يقدر عليه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، هذا فيه عموم القدرة. وأما الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير هذا غلط، هذا غلط، بل يقال على كل شيء قدير، ما يقال على ما يشاء، بل يقال على كل شيء كما جاء في القرآن والسنة. وأما قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا يشاء إذا شاء البعث سبحانه وتعالى، وهو على جمع الناس وجمع أهل السماوات والأرض، إذا شاء جمعهم فإنه يقدر على ذلك، فهذه جزئية من قدرته سبحانه وتعالى. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يتبع هذا بقوله اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا أحد يمنع عطاء الله، ولا أحد يعطي ما منع الله سبحانه وتعالى، فالأمر والعطاء والمنع كله بيده سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد معناه الحظ، الحظ والغنى والثروة، فلا يمنع أصحاب الحظوظ، أو لا ينفع أصحاب الحظوظ حظوظهم، ما ينفعهم إلا العمل الصالح، مهما أوتي الإنسان من المال والثروة فإنها لا تنفعه إذا لم يكن له عمل صالح، وهذه الثروة وهذه هذا الغنى يذهب وكأنه لم يكن. نعم. ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الحظ والغنى منك جده يعني حظه، فهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بماله وسلطانه وقدرته، لأنه ضعيف فقير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية
فسمعته يأمر الناس بذلك. هذا فيه العمل بالسنة لا سيما لولي الأمر، فيه العمل بالسنة ولا سيما لولي الأمر، وأنه ولي الأمر يأمر الناس بالعمل بالسنة. ففعل معاوية هذا رضي الله عنه هذا عمل بالسنة وأمر بالمعروف للناس. نعم. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، وفي لفظ للحديث كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال وكثرة السؤال. ينهى عن قيل وقال أن يكون الإنسان ما له هم إلا الكلام، تتبع ما يقوله الناس، قيل كذا ويقال كذا. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، الإنسان ما يكون همه القيل والقال، ويكون بل يكون همه ذكر الله وطلب العلم، وأن لا يتكلم إلا على قدر الحاجة، قدر ما ينفع الناس. أما أن يصير أن يكون ثرثارا يتكلم بكل شيء ومهذارا، الثرثار والمهذار وكثير الكلام هذا مذموم، ولكن يتكلم بقدر الحاجة وبما ينفعه وينفع غيره، هذا هو المطلوب من المسلم. ففي هذا النهي عن الإكثار من القيل والقال، إذا كان القيل والقال فيه مذمة للناس وغيبة ونميمة هذا أشد. وإضاعة المال، المال محترم، والمال مال الله جل وعلا، أعطاك الله إياه لتنتفع به وتنفع به غيرك، فلا تضيعه بغير فائدة، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. يسأل الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، المال مسؤولية، ما تقول هذا مالي وأنا حر فيه، بل هو مسؤولية تسأل عنه يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ما هو جوابك يوم القيامة؟ فكر في هذا، فكر في هذا السؤال وهذا الموقف. اللي عندهم المليارات والملايين والأرصدة الضخمة يسألون عنها يوم القيامة، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، يسألون عنها اكتسابا وإنفاقا، مسؤولية عظيمة. لذلك ينبغي حفظ المال وعدم إضاعته في الإسراف والتبذير والبذخ أو استعماله في المعاصي والشهوات المحرمة والأسفار المحرمة، فهو مسؤول عن هذا يوم القيامة وإضاعة المال، لأن هذا من إضاعة المال، أو من إضاعة المال إهماله وعدم حفظه، إن الإنسان ما يوثق أمواله ولا يحفظها ويتركها للسراق ما يغلق عليها الأبواب ولا يحفظها يسيبها ويهملها، هذا لا يجوز، هذه إضاعة المال، عليه أنه يتعاهدها ويحفظها ويمسكها عن الضياع، فهو مسؤولية من جميع النواحي. وإضاعة المال وكثرة السؤال، قال بعض العلماء هذا خاص بالعلم، يعني ما يكثر السؤال، الطالب ما يكثر الأسئلة إلا بقدر الحاجة، يسأل عما أشكل عليه، أما أنه يفترض أسئلة لا يحتاج إليها، بس لكن من باب إظهار نفسه، إظهار نفسه أمام الناس أو عند المدرس، هذا لا يجوز، لكن يسأل بقدر الحاجة فقط، وما يحتاج إليه في درسه وفي علمه يسأل عنه، أما الزيادة عن ذلك فضول الأسئلة التي لا حاجة إليها، فطالب العلم يتجنب هذا، يكون سؤاله بقدر الحاجة وبقدر ما يستفيد هو ويستفيد غيره. أما فضول الأسئلة والأسئلة التي لا داعي لها ولا حاجة إليها فلا ينبغي لطالب العلم الدخول فيها. وقيل المراد سؤال الناس أموالهم، كثرة السؤال يعني سؤال الناس أموالهم،
والسؤال الناس أموالهم ما يجوز إلا عند الضرورة. إذا جاع الإنسان ولم يكن عنده ما يسد حاجته يجوز له يسأل بقدر ما يسد حاجته، أما السؤال لأجل جمع المال والتكثر هذا حرام، المسألة حرام من غير حاجة. والحديث عام، الظاهر أن الحديث عام للحالتين، السؤال في العلم وسؤال المال من غير حاجة. نعم. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات، معصية، العقوق هو المعصية، معصية الأمهات. ولماذا خص الأمهات؟ الوالد يجوز عقوقه؟ لا، ما يجوز، لكنه خص الأمهات لأن برهن آكد، لأن برهن آكد من بر الوالد لما تقاسيه من الحمل والولادة والتعب، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالأم تقاسي أكثر من الأب، فلذلك حقها أعظم من حق الأب، وبرها آكد من بر الأب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أباك. ركعة في المرة الرابعة، المرة الرابعة. فالأب له بر وله حق، ولكن حق الأم آكد، ولهذا قال: عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. ووأد البنات، كانوا في الجاهلية يكرهون البنات، فإذا بشر أحدهم بالبنت فهو بين أمرين: إما أن يئدها ويدفنها في التراب حتى تموت يستريح منها، وإما أن يبقيها على ذلة ومهانة. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت، يعني سأل عنها رب العالمين يوم القيامة، سأل الوائدين: لماذا وأدتم البنات؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هؤلاء يوم القيامة يسألهم الله لماذا فعلوا ببناتهم هذه الفعلة الشنيعة، وكانوا يقولون: خشية العار، خشية العار، هذا الذي حملهم على ذلك. وكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو خشية إملاق يعني فقر. ومنهم من يقتل أولاده عبادة للأصنام، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤه، يقتلون أولادهم تعظيما للأصنام وعبادة للأصنام، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا في الجاهلية من أفعالهم أنهم يئدون البنات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن وأد البنات، لأن البنت نفس معصومة لها حق الحياة، لا يجوز الاعتداء عليها بالقتل، هذا من قتل النفس عمدا بغير حق، بل قتل القريب أشد من قتل غير القريب. نعم. وعن منع وهات، نهى صلى الله عليه وسلم عن منع الحقوق، أن يمنع الحقوق التي عليه ويطلب من الناس، يقول: عطون، ادفعوا إلي، ويتابع الناس يطالبهم، وهو إذا صار عليه حقوق ما يدفعها، يماطل فيها ويتلكأ فيها أو يجحدها.
هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أن الإنسان يؤدي ما عليه ويأخذ ما له العدل، أما أنه يأخذ اللي له ويترك الذي عليه، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالإنسان يكون عدل مع نفسه ومع الناس، ما يأخذ حقوقه من الناس بالوفاء والتمام ويظلم الناس حقوقهم ويجحدها ويماطل فيها ويأكلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن سمي مولى أبي بكر. يكفي، نقف عنده. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أوتر أول الليل ثم نام وقام آخر الليل وأراد الصلاة، سمعت قولا بأنه ينقض وتره بركعة لئلا يجمع وترين في ليلة ويصلي ما شاء ثم يوتر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا قال به بعض العلماء، يقول أنه إذا قام آخر الليل يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي ما شاء ثم يوتر، هذا قال به بعض العلماء لكن ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل يقوم ويصلي ما تيسر له يكتفي بالوتر الأول، ولا بأس بالصلاة بعد الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. نعم، المغرب وتر النهار ومع هذا يصلى بعدها راتبة، صلى بعدها نافلة، الوتر ما يمنع أن يصلى بعده. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل غالب فعله أنه يوتر بسبع ركعات، فهل في ذلك حرج أم الأفضل أن ينوع فتارة سبع وتارة تسع وتارة 11؟ نعم، الأفضل أنه ما يقتصر على شيء واحد بل ينوع حسب الوارد، ينوع حسب ما ورد، وأيضا ما يسرد يداوم على سرد الركعات بسلام واحد، بل تارة يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة وتارة يسرد لا بأس، أما المداومة على حالة واحدة ويهجر بقية السنن هذا غير سليم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لاحظوا فيه تنبيه حول هذا، لأن بعض الشباب اللي يصلون بالمساجد برمضان فهموا غلطا فجعلوا التراويح جعلوها من هذا النوع يسردون، أو التهجد في العشر الأواخر فهموا أنه وتر كله فيسردونه بسلام واحد، هذا غلط. تراويح والتهجد هذا مثنى مثنى وليس وترا، وإنما هو تهجد وتراويح يؤدى كما هو، ما يسرد بسلام واحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل سمع نداء الفجر فصلى الوتر، فهل فعله صحيح؟ لا، إن كان أذان الفجر مبكرا قبل الفجر لا بأس، أما إذا كان أذان الفجر على طلوع الفجر فإنه يمسك ولا يوتر، لكن يقضي الوتر الضحى بعد ارتفاع الشمس ويشفعه، يقضيه ويشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا نام عن ورده في الليل، كان صلى الله عليه وسلم يقضيه فيما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر ويشفعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر كما سمعتم، إلى السحر يعني إلى طلوع الفجر، دل على أنه لا يوتر بعد الفجر. نعم، بعد طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض البلاد يوترون في رمضان مرتين، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل هم في فعلهم هذا على قول قال به بعض أهل العلم؟ لا، ما هو صحيح، ما يوتر مرتين في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، فلا يوتر الإنسان مرتين في ليلة واحدة.
لكن قد يكون في بعض المساجد الجماعة يصلون أول الليل فيوتر بهم إمام، ويصلي جماعة آخرون آخر الليل فيوتر بهم إمامهم، اختلاف الجماعات لا بأس. أما إمام واحد وجماعة واحدة يوترون وترين هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقتصر في السجود والركوع على قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دون أن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ويجزئه ذلك؟ لا، لا بد من سبحان ربي العظيم ولو مرة، ولا بد من سبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة، وما زاد عليها فهو تطوع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما صحة القول بأنه يجوز جمع 4 ركعات في السنة القبلية للظهر بسلام واحد؟ نعم، هذا قال به الفقهاء، قال به جماعة من الفقهاء لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فمفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك، فيصلي بأربع مثل الظهر، مثل صلاة الظهر لمفهوم الحديث. لكن في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، على هذه الرواية أنه ما يصلي 4 في النهار بسلام واحد، على أنه نافلة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للوتر ذكر مشروع؟ لا، الوتر ما له ذكر مشروع مثل سائر الصلاة، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ويدعو مثل ما هو في سائر الصلوات. لكن القنوت، إن كان يقصد القنوت وهو الدعاء بعد الركوع من الوتر، فهذا الأحسن أن يأتي بالقنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت تولني فيمن توليت، إلى آخره، ويزيد عليه ما تيسر وما يستحضر من الأدعية لا بأس. أو يأتي بوتر عمر رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إن قال هذا أو هذا كله وارد، ويدعو بما تيسر له زيادة على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التورك في الوتر سنة مثل الفريضة؟ نعم، الجلوس الذي لا يعقبه سلام يتورك فيه، الجلوس الذي لا يعقبه سلام يتورك فيه، وأما الذي يعقبه سلام فهذا يفترش فيه إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. الصلاة التي فيها جلوسان تورك في الأول ويفترش في الثاني، أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد كصلاة الفجر والنافلة وصلاة الجمعة فهذه يتورك فيها. نعم. فضيلتي، ومن العلماء من يقول يفترش، من العلماء من يقول يفترش، ولكن الواضح أنه يتورك ولا يفترش إلا في الصلاة اللي فيها جلوسان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أحد الإخوان يقول أذان الفجر هنا في الرياض قبل دخول الوقت، لذا هو يصلي مع الجماعة في المسجد ويعتبرها صلاة ليل، ومن ثم يصلي منفردا صلاة الفجر بعدما يعود إلى منزله، ما قول فضيلتكم في عمله هذا وحجته بأنه عند إقامة الصلاة لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هذا شكوك ووسواس وشذوذ عن المسلمين، صلي مع المسلمين والحمد لله ولا يكون عنده شكوك ووساوس. وتقويم أم القرى في الغالب إنه مطابق، إن كان يتقدم دقيقة أو دقيقتين أو يتأخر فالتفاوت يسير في هذا، وقد جرب هذا ولا ظهر فيه خطأ كبير، إنما هي ثواني أو دقائق
أما أنه يعتبر صلاة المسلمين أنها في غير الوقت ويقضي الصلاة منفردا فهذا شذوذ والعياذ بالله، وهذا وسواس ولا يجوز هذا العمل. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقال في الركوع أو السجود سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ أي نعم، وش المانع في هذا؟ يقول في ركوعه وسجوده كما في قول عائشة: في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأي الشرع في حكم صبغ اللحية بالسواد؟ حرام هذا، صبغ اللحية بالسواد حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقال: في قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، وهذا وعيد شديد. فالصبغ بالسواد حرام، السواد الخالص، أما السواد غير الخالص الذي يضرب إلى الحمرة فلا بأس به، إنما السواد الخالص هذا حرام بقول جمهور أهل العلم، وهو مدلول الحديث الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز البيع والشراء والمؤذن يؤذن مع ذكر الدليل مثل الآن بيع المساويك؟ ما في بأس، إنما يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا أذن المؤذن عند دخول الخطيب، إذا أذن المؤذن عند دخول الخطيب يوم الجمعة حرم البيع والشراء، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما في غير الجمعة ما في مانع، لكن ما يفوت صلاة الجماعة، قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا يفوت صلاة الجماعة. أنه أما أنه يبيع مسواك أو شيء يسير ثم يدرك صلاة الجماعة هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص عقد على امرأة عقد النكاح ولم يدخل بها، فهل يجوز له أن يكلمها مثلا بالهاتف مع علم بعض أهلها؟ لا بأس بالكلام اللي ما فيه فتنة ولا فيه اللي يسمونه مغازلة، الكلام الذي للحاجة والسؤال فقط ولا فيه فتنة لا بأس، يسألها وتسأله في الهاتف أو مشافهة ما في بأس، قدر الحاجة ولا فيه فتنة ولا خضوع بالقول هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد ظهر مؤخرا برنامج في القنوات الفضائية برنامج في القنوات الفضائية يسمى الأخ الأكبر، يجتمع فيه شباب وشابات من أبناء المسلمين في مكان مغلق لمدة 3 شهور، وقد تم اختيار عدد كبير من الفتيات السعوديات للمشاركة في هذا البرنامج الذي يدعو إلى الزنا والرذيلة والاختلاط، وتكون العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات، علما بأن هذا البرنامج ترعاه شركات سعودية ويدار بأموال سعودية مثل حليب السعودية وغيره، فما هو موقفنا كعلماء وطلبة علم وخطباء تجاه هذا البرنامج الساقط؟ وهل يجب علينا مقاطعة المنتوجات التي ترعى هذا البرنامج؟ هذا منكر ظاهر، إذا تحققتم من هذا أو ظفرتم بإثباتات عنه أو ظفرتم ببرنامجه الذي وتخطيطه، فاكتبوا معه خطاب للمفتي وينظر فيه إن شاء الله. وأيضا كلموا أو اكتبوا الرئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واكتبوا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، اكتبوا لهؤلاء
جميعا هؤلاء وهؤلاء، لكن بشرط أن تتأكدوا من هذا الشيء، وأن تصحبوا الخطاب بما يثبت هذا القول. أما مجرد الشائعات ومجرد أنه يقال كذا أو يقال كذا، هذا لا يبنى عليه شيء. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الإرهاب أتانا من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ لا، يقولون أتانا الإرهاب من الدين عموما، الدين الإسلامي يقولون أنه هو اللي علم الإرهاب، والقرآن علم الإرهاب، وهذا ما هو غريب على المنافقين والكفرة وأعداء الإسلام من قديم الزمان، وهم يقولون في القرآن وفي الإسلام وفي المسلمين أعظم من هذا، فلا يستغرب عليهم هذا الكلام. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء بشيء من عنده. إذا كانت دعوة الرسول فيها إرهاب، فدعوة الشيخ فيها إرهاب، ونعم الإرهاب للكفار، ليتنا نرهب الكفار. الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. لكن الآن الكفار هم اللي يرهبوننا، الكفار الآن هم الذين يرهبوننا بشرهم ودعاياتهم وضعفنا وتخاذلنا. كان الواجب العكس، أن المسلمين هم الذين يرهبون أعداء الله وأعداء المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما ضابط الجهر بالتكبير عند الفراغ من الصلاة؟ نعم. ما ضابط الجهر بالتكبير عند الفراغ من الصلاة؟ هل يسمع من بجانبه أو نفسه؟ هذا يأتي إن شاء الله، يأتي في الحديث. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الاستغفار بعد صلاة التراويح وقول الأذكار؟ ما حكم الاستغفار بعد صلاة التراويح؟ لا بأس الاستغفار بعد الصلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة أو تراويح أو غيرها، يستغفر بعدها إذا سلم. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى من لا يوتر ولا يصلي بالليل من حفظة كتاب الله أنه متوسد للقرآن؟ لا، اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن شخصاً ينام الليل ولا يقوم، قال: ذاك بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. هذا الذي أعرف. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: المسكين الذي يطعم في الكفارة، هل يدخل في ذلك الأطفال الذين دون التمييز؟ نعم، اللي يأكل الطعام، الطفل اللي يأكل الطعام يجزي إطعامه، أما الطفل الرضيع لا، اللي يتغذى باللبن لا. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن أودعت لدي مال، وأنا أقوم بإخراج زكاة هذا المال دون علمها، فما حكم عملي هذا وما حكم الزكاة التي قد أخرجتها؟ هذا لا يجزي إلا بإذنها إذا كانت رشيدة، إذا كانت رشيدة فلا بد من إذنها. أما إن كانت ما هي برشيدة، يعني ضاع فكرها وعقلها، أو كان صبي صغير، فيخرج الزكاة عنه وليه، يخرج الزكاة عنه وليه أو الوكيل الذي أسند إليه رعايته، إذا كان ما عنده عقلية. أما الذي عنده عقلية فلا بد من إذنه ونيته، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاصر ينوي عنه وليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.